تعرف هيدي يوم وصلت عنده لا بعد دخل عند النقطة قلت ليها دخل عند النقطة ودخل عند الملك ودخل عند الملك حقك غيره قال لبق لبق على جنب تيت بلبق وادعس بنزين شوي يوم قامت السيارة تفحط من عنده فحطت لبقت وجيت قال لا بعد تفحط قلت يا حبيبي مو بهذا موضوعنا خلك من التفحيط افحط وغصبا عنك موضوعنا مو بهذا موضوعنا وتشونه موقفني اول وثاني شيء يوم انك تقولي قاعد تدخن انت شايف حشيش في يدي ولا شايفني رهابي ولا شايفني مطلوب ولا شايفني مشتبه اللي عندك طلعه قال اقول قلت نعم قال تبي مخالفه ولا تبي السجن قلت تبي السنتين وان كانك طيب عطني المخالفه يمين بالله اربعتكم هم اربعه طلعوا قلت يمين بالله اربعتكم والله عند الامير محمد بن نايف وهذا مكتبه قدامي وان كانت تقول انا سكني بالمخالف والله اربعتكم الحين عند الامير محمد بن نايف ترى انا علي 120 ساهر ولكن اما انك تمسكني بدون ذنب ولا خطيئه تخلص انت خويك جانا ذاك خويهم طلع يسمع الكلام وطلع الله شكله نايم قال خير اسمع يا عم والله انك بتروح ولا مخالفه قلت تب ولا كلمه كلكم اربعتكم عند الامير محمد بن نايف واللي لحق ياخذه هناك قاموا ودخلوا الدوريه يكلمون مين القياده مرجعه قال سابق كذا 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 المهم قال عطوا بطاقته وبدي اعلمكم جاني قال خذ بطاقته بس وهذا اللي عندكم خذ البطاقه وبس مكفيني ساعه وانتم الغلطانين حمداني حتى ما تقولين ما تقولون اسف ولا تقولون اي شيء اقول شرها والله نب عليكم على اللي لبسكم البدل واروح اركب سيارتي توني بفحط واتذكر الدوريه واقفه حقتهم الحين فحط والله ان يلحقوني ويلعنون خامس سنسفيلي ويربطوني صحيح ويقطوني في المعتقل قلت يلا جالمش